كتير مهم لي تعدد لي شوي اسماء المؤسسات الشركات او الاشخاص البارزين اللي كانوا موجودين في المنتديات السابقه، يعني على اي حجم عم نحكي؟ احنا بنحكي على اكثر من 1700 مشارك في المنتدى بيكونوا، عمليا بنحكي على شركات زي ميتا، كان مندوبين من فيسبوك، من انستغرام، من تويتر، ويكيميديا، من مؤسسات دولية أممية من المتحدة زي اليونسكو، بنحكي مؤسسات حقوقية زي هيومن رايت ووتش وأمنستي. فبالفعل بنحكي عن الأسامي الأولى للمؤسسات والشركات الدولية ذات العلاقة اللي بتشارك. بالعادة كمان الافتتاح بيكون من قبل وزير الاتصالات الفلسطيني. فشخصيات مختلفة من جمعيات، من شركات، من أطراف حكومية أيضا. جميل جدا. في عنوان واضح لمؤتمر أو منتدى هذا الموسم؟ يعني هاي السنة المنتدى رح يركز على كل موضوع منع التمييز ضد الفلسطينيين في شبكات التواصل والمواقع الإنترنت. احنا بنعرف انه في سياسات تمييزية، هي مش بس زي اللي حكينا عنها في الموضوع الانتهاكات اللي بتصير على شبكات التواصل، انما حتى على استعمال بعض المنصات. يعني انت عندك PayPal بتمنع الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة من استعمال المنصة واستقبال وارسال دفعات، بينما المستوطن اللي قاعد يعني 3 كيلومتر شرقي رام الله ممكن ببسقوط ممكن يستعمل بحرية وأريحية، الفلسطيني ممنوع يستعمل PayPal. هلا احنا بنحكي PayPal اهميتها طبعا نابع لانه في اقتصاد رقمي، احنا عايشين بعصر الرقمي، فانت اذا منعت من وصول هاي فكيف بده يتطور اي نوع من اقتصاد فلسطيني رقمي مستقبلي اللي يعني يعطي هاي الإمكانية. وإحنا بنعرف خصوصا بالسياق الفلسطيني في قطاع في 67 يعني وعدم إنه فيش حرية حركة، فبالتالي الإنترنت بيفتح مجالات شغل عند الناس ومجالات دخل وبتعطي أمل للشباب، خصوصا إنه عندك قطاع واسع من شباب الفلسطيني اللي هو خريج جامعات بيعرف إنجليزي عنده المهارات بيقدر يشتغل مع شركات دولية في مجالات مختلفة. على فكرة اليوم في شغل بالكودينج بالديزاين بكثير قطاعات ومجالات اللي ممكن أنت من بيتك تشتغل، فهذا كله يمنع من الفلسطينيين في مناطق 67. وهي الأساس مهم كمان نحاسب هاي الشركات، مهم نحاسب الشركات اللي بتشتغل على الترويج للمستوطنات ضد القانون الدولي ومخالفة للقانون المعايير الدولية ومتروج للمستوطنات كسياحة كأهداف سياحية. ففي إشكاليات عدة اللي موجودة بكل المنصات، والسنة لأول مرة كمان رح يكونوا معنا مندوبين من شركة جوجل اللي كمان رح نحكي معهم على الخوارط اللي تبعت الضفة الغربية، مثلا انه ليش المحرك لما بتسأله شو هي القدس بيقول لك هي عاصمة اسرائيل، فمحرك البحث تبع جوجل هو كمان ماخذ جانب، مش بيقول مثلا منطقة محتلة حسب القانون الدولي او يعني ولا نفترض منطقة خلافية او اي شيء، لا انه بيقول لك يعني كأنه ماخذ خلاص الموقف الرسمي الاسرائيلي. ففي اشكاليات عدة اللي موجودة مع هاي الشركات، في سياسات تمييزية كبيرة، ومن خلال المنتدى بدنا نعالجها، بدنا نحكي مع اصحاب القرار وبدنا نرفع الوعي بشأنها.